قافلة تقل 150 عائلة عراقية من النساء والأطفال غادرت مخيم الهول السوري قبل أيام ليتم توطينها بعد تدقيق أمني بإشراف مستشارية الأمن الوطني في مخيم الجدعة جنوبي الموصل، وهي وجبة طوعية سادسة تعود إلى الوطن بعد قرار مجلس الأمن الوطني بإعادة العراقيات وأطفالهن من مخيم الهول. مسؤولون حكوميون نقلوا شهادات مروعة عن حياة العائلات العراقية في مخيم الهول عقب استقبالهم في مخيم الجدعة. الموجودين في هذه المناطق تم التجارة بهم، بأعضائهم وبأولادهم، وبيعوا في سوق النخاس. من لديه أو يداه ملطخة بدماء العراقيين لن يسمح له أن بالعودة إلا وهو في قبضة العدالة. لذلك هذا العمل يتزامن معه استلام أكثر من 100 مقاتل داعشي بمستوى أمراء من القوات السورية الديمقراطية مقابل سحب 150. أربع وجبات من العائلات العائدة طوعياً غادرت مخيم الجدعة بعد قضائها 3 أشهر كفترة نقاهة في مركز الجدعة لتأهيل النازحين العائدين. خضعت إقامتهم للتدقيق الأمني واستكملت أوراق الثبوتية لتتكفلهم عشائرهم بضمانات بهدف إعادة دمجهم بمجتمعاتهم. يبقون في هذا المعسكر بحدود 3 أشهر، تقدم لهم كل الخدمات والوثائق، ويتم إعادتهم إلى مناطقهم، وخلال هذه العملية لا توجد أي مشاكل في عملية عودتهم، من خلال أيضا احتضانهم من قبل مناطقهم، خاصة في محافظة الأنبار من قبل العشائر العراقية اللي احتوت كل أطفال. جميع هؤلاء الأحداث والنساء غير متورطين في أعمال إرهابية. وقبل إعادة مئات العائلات العراقية كانت التقديرات تشير إلى أن نحو 30,000 عراقي من النساء والأطفال كانوا يسكنون منذ سنوات في المخيم الذي يؤوي آلاف الأشخاص من الجنسيات المختلفة وسط أحوال معيشية توصف بالكارثية. وبحسب مسؤولين فإن العائلات العراقية العالقة في مخيم الهول لا تزال تتمتع بحقوق المواطنة، ولذلك جاء قرار الحكومة العراقية بإعادتها إلى أرض الوطن ودمجها بالمجتمع بعد تدقيق أمني وثبوت عدم تورطها بالدم العراقي. أيوب رضا، الحرة، أربيل.